مشاهدينا الكرام، للمزيد ينضم الينا الزميل محمد ابو عيطه مراسل اكسترا نيوز من مقر المؤتمر الصحفي بوزاره الخارجيه. اهلا بك. يعني بعد التحيه، صف لنا الوضع من هناك وابرز الاتفاقيات التي تم توقيعها من الجانبين البلغاري والمصري وابرز التصريحات التي وردت عن وزراء خارجيه البلدين. تفضل محمد. شاهدة تحياتي بالفعل. أولا يعني هذه الزيارة واحدة من أهم الزيارات التي تجمع الوفود الدبلوماسية ووفود على مستوى الوزراء وأيضا على مستوى نائبة رئيس الوزراء التي تواجدت اليوم، هي أيضا وزيرة الخارجية. وطبعا هذه الزيارة تأتي في ظل تقريبا سنتين على يعني بشكل يعني في خلال الفترة المقبلة سنتين فقط، ويتم الاحتفال بمئوية العلاقات ما بين الدولتين الكبيرتين. نعلم بأنه بلغاريا بدأت التمثيل القنصلي والعلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام 1925، ولذا فإنه هذه العلاقات طبعا الممتدة والتي يعني ترتبط بكثير من الروابط والأواصر العلاقات التاريخية تدفع الدولتين لتنمية هذه العلاقات. ولذا فإنه الوفد المرافق لنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية اليوم لا تشملها هي فقط، ولكن أيضا تشمل العديد من الوزراء. أهم الوزراء الذين حضروا من الجانب البلغاري هو وزير الدفاع ووزير الطاقة وأيضا وزير الصناعة، إلى جانب وزير المواصلات. وفي جعبة كل واحد من هذه من هؤلاء الوزراء أجندة اجتماعات ويعني عديد من اتفاقيات التعاون التي يتم بالفعل توقعها اليوم. السيدة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ستتولى في خلال الشهر المقبل في شهر مارس تحديدا، ستتولى رئاسة الوزراء هناك في دولة بلغاريا، وبالتالي فهي يعني تأتي اليوم تحضيرا لأهم يعني البنود التي يعني تنوي العمل معها مع مصر باعتبارها دولة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي أيضا فإنه الوفد المصاحب لها كان بالفعل بدأ يعني اجتماعاته خلال يعني اليومين الماضيين وأيضا منذ الصباح الباكر مع عديد من النظراء المصريين، حيث قام مثلا على سبيل المثال قام رئيس الوزراء باستقبال السيدة نائبة رئيس الوزراء البلغارية في مقر رئاسة الوزراء هنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفيها أيضا تم التباحث على مجمل الملفات التي يتم التعاون فيها. أما هذه مذكرات التعاون التي يتم توقعها اليوم وأهم ملفات التعاون التي تنوي بلغاريا دفعها مع مصر، هي تتعلق باتفاقيات تعاون في مجال الطاقة وتحديدا في تنمية التعاون في مجال استخراج وتسييل الغاز الطبيعي، وأيضا في مجال النقل والمواصلات ومجال الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب طبعا لقاء يعني قالت رئيسة الوزراء بأنه يجمع في خلال هذه اللحظات يجمع وزيري دفاع البلدين أيضا لمناقشة سبل من أو عديد من السبل في سبيل تعزيز التعاون في المجالات كافة ما بين الدولتين. نعلم أيضا شاهندة بأنه حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين هو حجم ليس بالكبير، هناك يعني اتفاقيات تعاون كثيرة في تم يعني إبرامها في الفترة الماضية، لكن حتى اللحظة فإنه حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزيد تقريبا عن نصف مليار دولار، وهو طبعا رقم يعني ترغب بلغاريا في مضاعفته خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك أيضا فإنه نعلم أن بلغاريا تتميز بزراعة محصول القمح وبتصديره لعديد من الدول، وترغب مصر طبعا في الاستفادة من يعني تصدير القمح البلغاري إليها خلال الفترة المقبلة دون عوائق ودون وسيط آخر. وأيضا على جانب أو نفس الجانب الخاص بالتعاون في مجال الزراعة، فإنه أيضا مصر تنتج يعني الخضروات والفاكهة والموالح وتصدرها إلى الخارج، وأيضا بلغاريا ترغب في استقبال مزيد من شحنات الموالح المصرية. إلى ذلك أيضا فإنه مجالات التعاون بشكل عام في المجال الاقتصادي وأيضا مجال النقل والمواصلات ترغب بلغاريا في الدفع قدما في الفترة المقبلة. أما في خلال اللحظات الماضية وكما تابعنا على الهواء مباشرة، فإنه الجانبين أكدا يعني موقفيهما من عديد من المجالات. نعلم طبعا بأنه بلغاريا دولة تقع كما تعلمين في الجنوب الشرقي لأوروبا، وبالتالي فهي قريبة للغاية من الأزمة الأوكرانية وما يحدث هناك وهذه الحرب الممتدة على مدار عامين ما بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فهي معنية
بالأساس بإحلال السلم في هذه المنطقة، وأيضا تعلمين بأنه مصر هي الأخرى هنا أيضا تدفع في سبيل حل ووقف الإطلاق نار كامل في غزة، وبالتالي فتلتقي أجندة البلدتين أو الدولتين في هذين المجالين على سبيل يعني التعاون والتبادل وجهات النظر والرؤى من أجل دفع مجالات التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين والاتفاق فيما بينهما طبعا على التنسيق والتشاور المختلف، سواء في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية أو أيضا التوصل لحل أيضا لأزمة غزة. وزير الخارجية المصري لم يفوت الفرصة طبعا يعني إعادة التأكيد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وبأنه طبعا تناول في خلال مباحثاته هذه لوزير الخارجية سامح شكري وتأكيد الدائم على أن مصر منوطة بكل ما يحدث في فلسطين وتدعو إلى هدنة إنسانية في القطاع. الزميل محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز كنت معنا عبر الصوت والصورة من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري والبلغارية من هذا المقر، شكرا لك على كل هذه المعلومات.